فقد عزيز عليه، وفقدانه لهذا العزيز عليه عامل له غصه في قلبه كده مش قادر ينساه، وكل ما يحاول ينساها ويقعد مع الناس الصالحين واهل الذكر برضه الغصه دي لا تزول. كلما تذكرت احبابك وحزنت عليهم وفوضت الامر لله كلما ارتفع قدرك عند مولاك. يبقى هو ربنا بيبتلينا بالمصائب وفقدان الاذاعه علشان يقول ايه؟ بشر الصابرين، يعني ابشر بفقدان الاحب والصبر عليه. شايل كده؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين، البشر الصابرين ولا الايه؟ اوعد الصابرين. ما هو الوعيد يكون ايه؟ بالشر. يعني معناه ابشر الصابرين يعني الامر ده مر، يعني الامر ده هتشعر فيه بمراره، هذه المراره لما تصبر عليها ابشر بقى. يبقى طول ما الغصه دي تيجي في بالك ومستمره معاك يبقى انت في البشاره باستمرار. واضح؟ لكن لازم تعرف ان ربنا اختار لحبيبك ده احسن حاجه. ليه بقى؟ لانه قبضه اليه مسلم. يبقى عمل له احسن حاجه ولا ما عملوش احسن حاجه؟ احنا كلنا نتمناها اننا نموت مسلمين. يبقى ايه؟ يبقى اللي بيصبرك على الحكايه دي ايه؟ ان هو مات مسلم. يعني مات مسلم يعني النبي مستنيه. يعني انت يا مسكين انت اللي قاعد مع الناس وهو قاعد مع النبي، فايهما احسن؟ فهمت بقى؟ فعلى شكل على اي حال ربنا قال ايه؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. كلنا بنشعر بهذه الغصه بفقدان نبينا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا اصبت باي مصيبه مهما عظمت فلن تصب بمصيبه كمصيبتك فيا، كمصيبتك في فقد النبي. صح؟ يبقى الواحد لما يشوف مصيبه كده خاصه بيه، مصيبه فقد النبي خاصه بكل الامه، ده كل الامه بتعاني منها، جرح في كل الامه، واللي انت مصيبتك دي خاصه بجرح قلبك انت بس لوحدك، مش كده برضو؟ فقارنها بقى ايه بمصيبه فقد النبي، هتلاقيها ايه؟ تهون عليك، عشان تعرف عظمه الصحابه الاجلاء اللي حبوا النبي وتحملوا فقد النبي واستمرت الحياه بعدها، وحملوا امانه الدعوه وجاهدوا حق الجهاد وماتوا في اقطار الارض، ما قعدوش ايه يبكوا ويولولوا، لا ده خرجوا وانطلقوا. دي يعني واقواهم في هذا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي. شوف سيدنا علي فقد مين؟ فقد سيدنا رسول الله. ده اللي رباه، ده هو نور عينه، ده هو حياته، ده هو نفسه اللي بيتنفسه. فلفقد سيدنا رسول الله، وبعدها بست شهور فقد مين؟ حبيبته ستنا فاطمة. شوف قد ايه صبر، قد ايه سيدنا علي. وبعدين بعد كده صبر كمان على ايه؟ على ان الخلافة ما خدهاش هو، لانه كان يرى في نفسه انه هو الصالح لي، وهو فعلا كان من حيث الكفاءة هو صالح لي، لكن من حيث السن مش صالح لي، لانه من جيل ابناء ابي بكر، هو من حيث الكفاءة صالح، فهو يرى من نفسه ان الخلافة للكفاءة مش للسن، هو يرى في ذلك. وبالرغم من كده لأن المسلمين كلهم اجتمعوا على ابي بكر، راح بايع سيدنا ابو بكر وتنازل عن ذلك كله. وبعدين على ان ابو بكر لما يموت يدهال ام اوصى بها العمر، صبر تاني، صبر تاني، ولأن المسلمين اجتمعوا على عمر او وافق على عمر، لان عمر حلو برضه وبيحبه. ده سيدنا علي لما اتجوز بعد ستنا فاطمة ابناء كتير، سمى ابو بكر وسمى عمر وسمى عثمان من ابناء سيدنا علي، يعني اللي بيحبهم. انت ما بتسميش ابنك الا على اسم اللي بتحبه، مش كده برضه؟ يبقى سيدنا علي ده كان صبور جامد. فلما قالت له الخلافة بعد كده لقى الامة ايه؟ اختلفت عليه، ما استقرش ليه الامر، صبر برضه وواجه الموقف، وواجه الموقف بايه؟ باحكام الناس أول مرة تفاجأ فيها، أول مرة يشوفوا جيش اتنين مسلمين بيقابلوا بعض، ما شوفوهاش أيام النبي، اتنين بيقابلوا بعض. طب نعمل ايه؟ أحكامها ايه؟ نأسره، نقتله، ناخد الفداء، نضرب الرقة على زوجاتي وبناتي، ولا نعمل ايه؟ أحكام قتال البغاة كلها ما عرفناش إلا بإيه؟ بسيدنا علي، عشان يبين لنا بقية الفقه الإسلامي. وكأن الدعوة لم تظهر مطبقة كاملة إلا بعلي. فهمت إزاي؟ بس بمرارة،
هو طبقها بس عاش حياة مرار. ده كان يقف يبكي بالليل لربه يقول يا ربي زهدت الناس والناس زهدوني، احكم بين الخلق يا ربي، انا زهدت الناس والناس زهدوني، اعمل ايه؟ انا اسيرك في ارضك. فهم؟ فشوف قد ايه صبروا وقدوا اللي عليهم بالرغم انهم فقدوا ايه؟ نور عينيهم، فقدوا النبي حبيبهم. كانت لا تتصور المدينة من غير النبي، كان يتصور مسجد النبي حد يصلي فيه من غير النبي، لا يتصور هذا. عاش معاهم 23 سنة، هو اللي بيصلي بيهم، هو اللي بيقعد معاهم، هو اللي بيأكل معاهم، هو اللي بيخرج معاهم، بيسافر معاهم، بيتجوز منهم، بيتكلم معاهم. ايه ده؟ المريض فيهم يروح يزوره، والفقير فيهم يروح يديله، والمدين فيهم يقضي دينه، هو بالنسبة لهم كل حاجة، هو النبي كل حياتهم. وتصور يفقدوه فجأة، يا ده عملية. وبالرغم من كده قدوا ما عليهم، بالرغم ان كلهم كانت غصة فقدان النبي في قلبه شديدة، حتى ان ستنا فاطمة لم ترى ضاحكة منذ ان مات ابيها الى ان توفت، ما ضحكتش ضحكة واحدة ولا ابتسمت، ما ظهرتش اسنانها الا وهي بتتكلم او بتاكل بعد وفاة ابيها، يعني ما ابتسمتش ابتسامة واحدة، مع ان بيتها مليان عيال والعيال طول النهار يعملوا حركات تضحك. يعني انت ما بي عندك عيال اطفال لازم برضو يعملوا حركات كده تضحكك، مش كده برضو؟ وهي عندها لكن ما قدرتش تضحك بسبب غصة فقدان ابي. فهمت؟ فانت ايه ليك اسوة في هؤلاء الاكابر، ازاي تحملوا فقدان النبي وادوا ما عليهم شكرا لله وعبادة وطاعة ونشرا لدعوته. فهمت؟ فلازم يبقى لي. وهات ستنا زينب وشوف بقى قصة ستنا زينب ازاي فقدت امها وعندها 5 سنين، يعني بقت هي ست البيت، عندها 5 سنين هي المسؤولة عن البيت والعيال والبتاع، وسيدنا علي طول النهار برا، هي بقى اللي بتعمل كل حاجة، لا في غسالة في الأوتوماتيك ولا في خلاط ولا في عيش تشتري من برا من عند البقال، كل حاجة بتطحن، كل حاجة بتتعمل. ستنا زينب دي من الأكابر. وبعد كده لما كبرت وترعرعت شوية ايه، شافت الايه المشاكل بتاعت ابيها وكيف اختلف الناس عليه وحروب، وبعدين ايه مات ابيها مقتولا بيد مسلم للاسف، وبعدين بعد كده عاشت كمان مقتل سيدنا الحسين وآل البيت وكربلاء. ايه ده؟ ايه ستنا زينب دي؟ جبل، جبل من الجبال، والله لو جبل لا يتحمل. فهمت؟ عشان كده ايه ستنا زينب بقى يا سيدي ما شاء الله ربنا يكرمها. فكل دول ربنا جعلهم نماذج ليك علشان تشوف ازاي الانسان يفقد الاحبة ولا يؤثر فقدانه للاحبة بعلاقته بمولاه، لان فقدانك للاحبة ده بيجعل هؤلاء الاحبة اللي انت فقدتهم في صحيفة حسناتك، حزنك عليهم في صحيفة حسناتك. يعني مثلا انا امي الله يرحمها مثلا، اديك مثال، كان ليا 4 اخوات بنات واخ واحد ايه ذكر، يعني ايه يعني انا ليا 4 خالات وخال 1 كويس، افضل واحد واحد في دول ايه، ما هو دول مولودين من ام واحده واب واحده، افضل واحده في 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 فيهم مين؟ كانت امي. ليه بقى؟ لان كل اخواتها ماتوا وهي عايشه فصبرت على فقدان الكل، فبقوا كلهم في صحيفتها، تبقى ايه افضلهم. يعني كل انت ما بتفقد الاحبه وتشيع الاحباب كل ما بترتفع درجك على اللي مات قبل ما يفقدهم. فهمت؟ عشان كده ده نفس السر اللي خلى ستنا فاطمة افضل بنات النبي. طب ما هي زينب امها خديجة وابوها سيدنا محمد رضي الله عنهم جميعا، وكذلك رقية امها ستنا خديجة وابوها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وستنا ام كلثوم نفس الحكاية. طب ما كلهم من رجل واحد وام واحدة، وهم افضل ايه نسب عرفته البشرية. طب اشمعنا بقى ستنا فاطمة هي افضلهم؟ عشان هي اللي عاشت فقدان الكل بما فيه فقدان ابيها، فغازت فبقت افضل بنات النبي. مين؟ ستنا فاطمة بلا منازع، لانها حضرت وفاة الجميع وحزنت على الجميع وصبرت على الجميع. لكن كل بنات النبي دفنهم بايده فكانوا في صحيفة النبي. فهمت بقى؟ لكن ستنا فاطمة اخواتها كلهم في صحيفتها، ومش كده بس، وابيها كمان النبي سيد الخلق في صحيفتها، ففاقت سيدة نساء العالمين يا عمي. فهمت؟
تقول له امال مريم؟ قال لها ذلك نساء عالمها، انت من انت كل العوالم يا فاطمه، انت في حاجه ثانيه، ما خلاك اصطفاك على نساء العالمين، يعني عالم زمانها، على ستنا مريم. فهمت؟ فناخد بالنا ايه ان فقدان الاحبه دي بركه كبيره، ان ربنا يحييك وتشيع احبابك، ده بيكرمك لان انت عملك ضعيف وعبادتك ضعيفه، فعايز يكرمك، وانت مقامك عند الله كبير وعملك مش محصل مقامك اللي ربنا مدخرهول، يوم يعملك ايه؟ يقول لك خلاص يا عزرائيل سيبهولي عايش، واخد احبته كده واحد ورا التاني وخليه يصبر عليهم، يوم صبروا عليهم يرفعوا. فهمت ازاي؟ يكبر نقص عمله لحد ما يلقى ربه بمقامه الذي اعده له. فهمت يا استاذ؟ يبقى الواحد كده يحمد ربنا على انه هو اطال عمره وافقده الاحبه والهمه الصبر عليهم، دي حاجات عظيمه جدا، دي تفوق ايه قيام القائمين وصيام الصائمين وتلاوه التالين وتصدق المتصدقين. عباده ثوابها الناس اللي بتعمل الصدقات دي وبتبني المساجد وقاعده تربي الايتام وبتاع، دول بيلعبوا جنب اللي بيصبر على فقدان الاحبه. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا ان فقدان الاحبه دي نعمه كبيره ربنا ارادها لنا. ولو ما فقدتش ابوك وامك وما فقدتش جدك وجدتك، كان زمانك الوقت مش عارف تلتفت ليه؟ عشان ابوك عايز طلبات وجدك عايز طلبات وجدتك عايزه طلبات، وجدك من ناحيه امك عايز توديه للدكتور، ودي مش عارف عاجزه عايز تعمل لها الاكل، ودي يعني مش هتلتفت. يبقى المده نعمه فرغك لعبادتك، والا كان شغلك بخدمه احبابك بعد ما عجزوا بكبر سنهم، صح ولا لا؟ يوم ربنا ايه يفرغك لعبادته ويجعل فيه غصة في قلبك حزنا عشان يثيبك على هذا الحزن والهم اللي جالك. يبقى ربنا بيحبك ولا ما بيحبكش؟ بيحبك، بس انت مش واخد بالك. ربك بيطبطب عليك وانت ما بتتطبطبش، اعمل لك ايه بقى؟ لانك انت مش عايز تتطبطب، لان ايه عدم الرضا هو اللي مخليك نافر. لكن افهم قدر الله تجد قدر الله نعم، كله نعم في المنع والعطاء. فهمت؟